كل برج يمكن له طريقته الخاصة في أنه يعبر شلون هو يحب، لكن يا ويلك يا سواد ليلك إذا تعرض للخيانة. واليوم بنعرف كل برج إذا تعرض للخيانة شلون ممكن يتصرف، فدير بالك الخاين الكذاب، لأن اليوم يمكن تنتك من البارتنر أو من الأشخاص بحياتكم. يعني خلونا نبلش كعوايدنا مع برج الحمل. برج الحمل من الشخصيات القوية، وإذا تعرض للخيانة ممكن أنه يعبر عن اللي داخله وين بالسوشيال ميديا، أو أنه ممكن يواجه الشخص ويقول له أشكر بويها، ترى أنت خاير وكذاب وخنتني وأذيتني، أو أنه يلجأ للي قلناه قبل شوي، يمسك السوشيال ميديا ويقعد يتحكى مثل ما هو يبي ويبلش نغزات. برج الثور، أما أنت فلك طريقتك الخاصة في شلون ممكن تتعامل مع اللي يخونك. ممكن أنك تتم ساكت ومنصدم، خنت حيلي والله عليك، ومستحيل أنك تتكلم عن مشاعرك أبد أبد أبد، وتخليها بقلبك وتتألم بصمت بروحك. ليش يا ثور ليش؟ وتتم حزين وما تقول حق الشخص اللي جرحك وأذاك شنو هو سوى فيك. أما برج الجوزاء فدايما راح يبين أنه مو فارق معاه، وأنه هو عال العال وبخير، وأصلا ما همه اللي صار كلش، لكن ممكن أنه يفضفض حق ربعه ويقول لهم بالتفاصيل. لكن قبل لا يقول التفاصيل هذه، أول شيء راح يفكر ببطنه، بيقول ها شو رايكم نطلع ناكل ولا لا، يعني بيبدي يعني بطنه ويوعى على موضوع الخيانة، وممكن تكون هذه طبطبته في الحياة. برج السرطان، بتسوي نفسك قوي قدام الناس، خصوصا اللي ما تعرفهم وما تبين ضعفك أبد، لكن لما يجي الموضوع حق أقرب الأشخاص لك، ممكن أن أنت ببساطة تتكلم وتفضفض وتعبر عن اللي داخلك بكل أريحية وبدون أي خطوط حمراء. برج الأسد، يا أسد والله انك خطير يا اسد، نرجسي بطبعك وشخصيتك معروفه دائما للي حواليك، لان عندك الانا عاليه جدا، وهذه واحده من الاسباب اللي بالنسبه لك ممكن ان انت تكون خلينا نقول الوضع تبين انه هو طبيعي جدا وكانه شيء لم يكن ابدا، لكن من داخلك تكون محترق ومعصب وودك يعني شو يقولون يزأر، صح يزأر، تزأر كالاسد حتى لو داخلك محروق. يرحمك الله، وايد كاثر العطاس اليوم عند عبد الرحمن. اوكي، برج العذراء، يا عذراء اما موضوعك انت ثاني، يما منك ما تطوف، عندك الحياه يا ابيض يا اسود. من اكثر الشخصيات اللي ترفض الخيانه رفضا تاما، راح تقوي نفسك ومستحيل انك تسكت عن حقك، وممكن انت يعني الشعور هذا اللي انت تعيشه، شعور هذا اللي تعيشه بينك وبين نفسك، لكن راح تطلع بالنهاية وتواجه الشخص اللي أذاك بس عشان تطلع من حياتك. برج الميزان، ميزان مرة فوق مرة تحت، فعشان كذي ان انت راح تحاول كثر كثر ما تقدر انك تتخطى الامر وتعطي ظهرك للشخص اللي جرحك او خانك، وممكن ان انت تحذف هالشخص من حياتك تماما من البلوك وتسوي له انفولو وتمسحه ولا كأنه كان موجود من الاساس بحياتك بدون اي كلمة عتب ولا حتى تواجهه ولا بتعور راسك يا الميزان. نروح حق منو؟ حق العقارب. أنا أشوف ليش كله شيء تحطون لي؟ ما أدري، لأن أنتوا يعني معروف عنكم، غير أن أنتوا غامضين وتحطونها أي وتحطونها بقلبكم دائما وما تبينون صجكم من كذكم، ملوك الانتقام نشهد لكم. واضح تبوني حاطين علي، واضح هذه حقيقة يعني حقيقة ها؟ ديل وذت كيفكم والله. برج العقرب لأنكم ملوك الانتقام، والسبب وراء هذا كله ترى مو لأنكم حقودين، لا لأنكم حساسين وتخفون حساسيتكم بطريقة جدا ممتازة. يمكن الناس يصير صعب عليها شوي أن هي تفرق بين حساسيتكم أو أن أنت تبين إيش كثر أنت حساس قدام الأشخاص القريبة، لكن يا الموضوع للخيانة فأنت راح تخاطر بحياتك بشكل مو طبيعي، لأن بتنتقم سواء طال الزمن ولا قصر، راح تخليها في بالك، راح تخليها في بالك، وقلبك راح يكون مثل قلب الجمل. لن أنسى أبدا لمن أنتقم، ديروا بالكم
اي والله ديروا بعضكم من برج العقرب. يلا لما تنتقم راح انت تغفر وتشيل الشخص هذا من راسك تماما. نروح حق القوس قوسك وموضوع الخيانة معاه شلون ممكن يكون. وعليا ممكن يتأذى لفترة لما يتعرض للخيانة ويقعد بينه وبين نفسه بريحاته وعليا ويصيح ويبكي ويشتكي وما يتمر على الليالي ظلمة وسودة لما خلاص يكتفي مرة واحدة وينهي هذا الشخص من حياته تماما بحيث انه حزته راح يكون قادر انه يركز على امور حياته بشكل أكثر. يعني ممكن نقول يدور شيء ثاني لهي يمين يسار يمين يسار لما يتخطى موضوع الخيانة تماما. نروح حق الفل الوردة المنورة برج الجدي. إيه هلا والله كلكم ما شاء الله. إيه يقول لك إذا خان الجدي راح يسوي نفسه مشغول ومفاضي ويبدي يدور عن أي شيء ممكن يشغله، يمعات طلعات روحات ردات سفرات أي شيء أي شيء أي شيء، المهم أنه يشتت انتباهه عن الموضوع ويحاول أنه ما يشوف الشخص اللي خانعه. وبعدين فجأة ياخذ حقه منه بسهولة لمن يعطي الأمن والأمان حق هذاك الشخص. فهمتني يا العقرب؟ فهمتني؟ فاهم فاهم فاهم. انت ملك الانتقام واحنا بس احنا بسكاتي شوي شوي وننتقم بعدين وانت ما تدري ليش تكتبي فجأة. يا الله سترك سبرايز نسوي لك اياها. نروح حق برج برج الدلو وشلون هو يمكن يتصرف مع الناس اللي تخونه. فجأة يسوي فريز حق مشاعره تماما وخلاص، خصوصا حق اللي اذا عرف انه تعرض للخيانة يوقف يقرر انه ما يحس بولا شيء ويبتعد عن الاشخاص والاماكن فترة وما يقول حق احد انه اصلا تعرض للخيانة، ما يهمه برستيجه وشكله انه ما يهتزون قدام الناس، لكن بالنهاية راح يدور عذر حق الشخص اللي خانه ويسامحه ببساطة. ليش يا دلو ليش؟ ما انت كنت مبلشها صح، شويك بعدين بتسامح. نروح حق آخر أبراجنا لهذا اليوم برج الحوت. ياخذ وقت طويل على ما ينسى الخيانة، خصوصا لأن برج الحوت البرج الحساس الدائما اللي يخاف على مشاعره، فلما يتعرض للخيانة راح ياخذ له وقت وأيام ويمكن سنين وسنين على ما يتجاوز موضوع الخيانة. صعب عند الموضوع واللي أصعب أنه هو يسامح. هذا كانت أبراجنا لهذا اليوم وإن شاء الله ما حد يتعرض للخيانة. إن شاء الله يا ربي كل الأيام تكون حب وسعادة ورومانسية.